حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون عن ابراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك او نصبك